احنا رانا هنا في مدينة سكيكدا، احنا عندنا مسمكة الحاج الاخضر. خويا عندنا المشكل اللي راه تحكي لي عليه، مشكل تاع الحوت هذا، واش راح نقول لك؟ صافي تسمى صافي درك مدة الحوت كان يدير، صاحكي لك الحوت كان في الشرق هنا يدير 60 في الاخر تاعو، كيعود غادي خرا يدير 60 في الاخر. الشرق جيبها من سكيكدا القل الجيج العنب، انا 60 ما تزيدش السردين. هذا نحكي لك انا على السردين، نحكي لك على البواسون بلو، ما نحكي لكش على البلو. البلو مازال البري تاعو كيما راه ماش حاجه، بصح نحكي لك انا على البلو. البلو السردين هاي اليوم 75000، هو دي لابون سردين هاي حره يدير 90000. هذه هي لاتشو الميز سردين، وهذه سردينه حره. المشكل تاعنا اخويا، احنا المشكل تاعنا هنا، انا حواس انا نحكي لك على المشكل تاعي. نهبطوا لي بور، نهبط له البور، انا شتي نشري سكازيات سكازيات باش ندي طاييه. كاينه ناس في الليل، كاينه ناس في الليل تخدم في الليل خويا، هي لا كونتيتي ما كانش الحوت باش ما نهددوش، لا كونتيتي راهي ما كانش. وكاين الدوزيام ما وكاين التروازيام ما. المشكل حوت في الجي في الجزائر، نحكي لك على كابيتال ندير 120000، صافي عنده واحد 3 سنين ولا 4 سنين في السردينه ندير 120 130000. حنا كانت عاد ندير 60000 في الاخر. جاو خويا تزيريه هنايا، جاو عندنا الشرق. ولينا نمشيو بكور واحد. ولينا نمشيو بري واحد، جا حمد درك هما هما يبيعوا في السردينه ب 120000، انا نفس كذا ما نقدرش ندي طايه ب 120000. درك يهبطوا تزيريه هنا خويا عند مسواردي يشرو في الحوت كاش، يخلصوا في الحوت كاش، وكاين ناس تشري لهم. داخل البلاد ما يعرفهاش، كاين ناس يعطيه 50000 على الكازي ويشري الحوت نورمال. كاع الشرق، خلينا من الغرب خلينا من الجي، نحكي لك على الشرق، لي بور تاع الشرق كيف قاعده تخدم. الحوت في الجي داير 120000. جاو لهنا يديو الحوت، انا نسوم الحوت هذا الاخر تاعي نسومو ب 50000 باش نحطو في الطابله للمواطن وقاعد يسمع فيها، نحطو له ب 60000. فهمتيني واش قاعد نقول؟ تزيري يجي يسومها لك ب 90000 خاطر ماش هو عنده سوق يبيع فيها ب 120 في الجزائر. انا ما نقدرش ندي الحوت كيما يسوم هو، ما نقدرهاش. واش نعودنا نديرو؟ عدنا نجيبو كازي على اللي كليوها نخلصها ب 18150000 بسوارده، حطها ب 90000 للمواطن ياكلها بسوارده، نشريها نورمالمون ما نشريهاش وما نجيبهاش. حاطها ب 90000 بسواردها باش يشوف الناس على اللي كليهم. كاين ناس يقول لك جيب لي سردين، عنده واحد مرة مرتبت واحد كل واحد وكيفاه. ملي الحياة المعيشة يعني طلعت بزاف، وكيما نقول لك الحوت عاد لي بارابور تي دو نابور كي سيتويان، حتى افيك لي سالير دو 30 دينار خويا يديها ما يقدرش يشري الحوت سردينة كي يعني بواسون نتاع لو بور. المواطن البسيط عاد ما يقدرش عليها. بالبرجوازي باقا تدوش. سردينة ب 90000، لاكشون ب 75000، الشيء غالي بزاف. المواطن المسكين كان هذه هي الخبزة تاعو ياكل. سيتوايا الجيريا واحد سالاري نص ملايين ولا 3 ملايين ما يقدرش ياكلها سردينة. حنا وحبسنا فرينينا في البولي، حبسنا في الجاج، ما قدرنا ناكلوا اللحم، ما قدرنا ناكلوا الحوت. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.